في إطار النسخة الثانية من مسابقة الابتكار الحكومي فكرة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خلال الملتقى الحكومي 2019 عقدت دورة تدريبية مكثفة للمتأهلين للمرحلة الأولى من التقييم، حيث أسفرت عملية فرز وتقييم الأفكار التي تم التقدم بها للمشاركة في المسابقة عن تأهل 40 فكرة للمرحلة المقبلة. وتأتي الدورة التدريبية بتعاون مع معهد الإدارة العامة بيبا وكلية بابسون الأمريكية حول مهارات العرض والتقديم لتأهيل المشاركين من أفراد ومجموعات لعرض أفكارهم على لجنة من المختصين استعدادا للتأهل للمرحلة المقبلة التي ستقوم فيها لجنة من الوزراء باختيار المشاريع النهائية بالتنسيق مع الجهات المعنية والموافقة النهائية للبدء في تنفيذ المشاريع المقترحة. تهدف مسابقة الابتكار الحكومي فكرة إلى تعزيز ثقافة الإبداع والابتكار من خلال إتاحة الفرصة لإشراك موظفي القطاع العام في تقديم الأفكار والمقترحات لتعزيز كفاءة العمل الحكومي ورفع جودته من خلال تحويل التحديات إلى فرص تطويرية تتصف بالاستدامة والتنافسية والعدالة وفقا لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 وبرنامج الحكومة 2019-2022.